انت عايز تكفر عن ذنوبك. ماله، انت شيء كويس جدا. طب الراجل اللي ماشي في الشارع ده ماله وماله؟ وتروح انت لوحدك يا اخي، مش انت اللي ارتكبت الذنوب دي كلها؟ خلاص، يبقى انت لوحدك كده زي الجدع، تروح لوحدك، ما تشدش الراجل ده عشان يروح معاك. انتظرونا في اخر شقاوه. السلام عليكم. يا رب يا رب يا رب، انا عايز اتوب يا رب، انا عايز اتوب. انتوا مش عايزين تعملوا ايه؟ يا عم مش عايزين تعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ خدوني سلموني للبوليس. ليه؟ انا حرام؟ انا حرام؟ طب انت حرام يا بابا، ابعد عننا واتكل على الله. نكلمك احنا مالنا؟ انت مش واخد بالك. روح، انا واخد بالي، انا عايز اتوب على ايديك. طب ما تتوب انت، روح سلم نفسك. انا عايز المساله. طب روح سلم نفسك يا حاج، ابعد عننا. انا عايزك تاخد الثواب يا عم. احنا معانا عيال صغيره مش فاضيين لك. طب انا مش فاضي لك، ما انا عايز خد الثواب يا عم. اضربني. مش هضربك، بقول لك خد الثواب. هتضربني ولا ايه؟ ابوس ايديك وابوس. لا 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 لا، الناس اللي بتوصلني والحد وانا خدت مغاره بتعالى خطيره. ايه يا حاج؟ ما انت رايح فين يا معلم؟ رايح استرزق. جاي منين يا معلم؟ استرزقت وجيت وانت قاعد مضيع الفلوس عليهم. معلش استعمل، هم دول الشبابين اللي مضيع الفلوس عليهم. فلوس ايه يا حرام يا ماما؟ فلوس ايه يا اخويا؟ فلوس ايه يا ماما؟ ما بيرجعليش بجنيه. فلوس ايه؟ ضيع فلوسه عليك. على مين بس يا بني تعبطني؟ ما تخلينيش بقول لك حكلك. بقول يا عم بس 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 يا عم. انا عايزكم تسلموني للبوليس، خدوا المكافاه، انا مطلوب، انا وانطد اساسا. حضراتكم تسلموني وتاخدوا الجايزه. والله العظيم عايز اتوب، عايز اتوب، عايز اتوب، نفسي اتوب يا رب يا رب. انا بتوب اهو قدام عبادك، مش دول عبادك يا رب، مش دول عبادك يا رب. عايز اتوب يا رب وارتاح من مراتي وارتاح من الدنيا. ايوه يا رب. هلا هلا ويا اختي اسم الله. ده اللي مستحملك يا معلم ومستحملها عرفه. هم دول الجرابيع. ده انتوا الجرابيع اللي بيصرف عليكم. راسي اوعي تغلطي في اصحابي. اصحاب مين يا ابو صحاب؟ اوعي تغلطي في اصحابي. الصرف اوعي اوعي تغلطي. انت راسي يا اصحابك اللي انا اجي دول نهار. مالك يا دول انا لازم اتصل بحد من اهلك بالكشف. اوعى اوعي يا محمود. اوعي يا محمود. والنبي ساعدونا اتصل باهلي، محدش معاه تليفون. مش هعيش معاك تاني. معاك تليفون يا اخويا اتصل بيه. ان عشت معاك تاني ابقى عاملني. انت قطع حراميه. نفسي ربنا يتوب عليا. خدها يا خد. معلش هو خدها يا خدها. يا خد منهم. اديتي خد. خدني يا رب، خدني يا تاخدها يا رب. يا رب اللي نفسي اتوب بقى. يا مين يا اخويا اللي ياخدها؟ فابتدي عليا يا معلم. هم دول اللي بتقعد معاهم تصرف عليهم فلوسنا. انا اللي باكل العيال. ما تعرفوا اهو من جرابيع اتبنوا منا. بتقول صحابي واتبنوا منا. انا خلاص لم نفسك. الشيطان بيتجنني يا رب. يا عم اوعى بتتعلمها وتفهمها. انا خلاص مش هعيش. صحابي صحابي. صحابك فين يا جرجومه؟ بيقولوا اهو اتبنوا منا. اي حد يديني تليفون اتصل باهلي. ما تطلع التليفون واخده. تعالى بس كده انت.
بس ربنا ثواب لله. بقى هيبه فاتح وسط رابع عربيه. يا استاذ ايه انا بقول لك لنا نعمل ايه؟ في جايزه 100 جنيه اللي يسلمني الاس. يسلمك ايه وتعمل ايه؟ خايف اروح لوحدي. وربنا خايف اروح لوحدي. هنعمل ايه؟ خد الحاجات وانا معاك وسلم. هنا معلم معلم هقول لك يا معلم. انا ظبطتهم مكمرين المفتاح بتاع ثالث عربيه شمال مع التليفون ده وخدت منهم ساعه. جايين يشتغلوا في المنطقه بتاعتنا. بص الحاجات اهي. ونكمر تليفون من العربيه ديت اهو. هاتوا ايه يا بيت؟ بص يا معلم دي مفاتيح ثالث عربيه على الشمال. خدوا منك ايه تاني؟ وخدوا منك ساعة. حد يقرب منك يا بنت. يا عم ايدك بس كده. بعد اذنك ايدك بس كده. يا معلم وسلم 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 يا كده. تسلموني من البوليس عشان اتعلم الادب. علشان بص كل حد اذيته ياخد حقه مني. طب فين البوليس؟ فين البوليس؟ طب في حد يا جدعان عندي حق عند الراجل ده؟ انا بكلمك انت تسلمني ليه البوليس؟ عادتك طب فين البوليس؟ ثواب دول عاملين مكافاه. خدوها خدوها. عايز استريح من بضاعتي. عايز اطول يا عم. ربنا نعم نعم نعم. مراتك مين اللي ترتاح منها يا اخويا؟ مراتك شغله من جعانها منك. من نفسك انت يا شربات. هما دول الجرابيع اللي بتصرف فلوسك عليهم. اخلصي اخلصي من خيرنا اهو. اخلصي اهو خالص اهو. اخلصي. بقول لك فين الفلوس؟ مش دعوه باصحابي. بقول لك ايه؟ خلاص انت لازم تطلعني. مش دعوه باصحابي. هطلعك مين؟ عملت رافي لحم بره. مش دعوه انا على قفايا. انا هتصرف بس ساعات والنبي يا اخويا. انت وامك في يوم. بقول لك ايه؟ سلم يلا. انا معلم قدامك اهو. الدنيا في البيت حاجه تانية خالص. في البيت فرق. في البيت فرق. الوليه مفتريه. وليه مش عايز اقول لكم. لكن انا ان شاء الله هتوب. هتوب وهتوب عن كل حاجه وحشه. هتوب. انا عايزكم تسلموني للاسم. ودوني البوليس. خدوا المكافاه. انا مطلوب. انا وانطل اساسا. يا ريت. انا بقول لك اهو روحوا البوليس واخد بالك. أيوة. سلموني وخدوا المكافاه عشان المكافاه. يا عم انا عايز ربنا ينتقم مني. انا عايز انت عايز المكافاه. خدني وديني مصري حاج. لا لا انا هيتوب عليك. انت كويس يا عم. لا انت كويس يا عم. ربنا انت اللي هتوديني الاسم يا عم. بس ابوس ابوس ايدك عشان خاطر. ابوس ايدك وديني الاسم. ودوني الاسم. لا لا عشان خاطر انت. اهدى بس اهدى بس. انا عايز اتوب. اهدى يا حاج. عايز اتوب. عايز اتوب. المهم تكون عايز من جواك. والنبي اتوب. هتوب النبي. بتتوب عن ايه ولا ايه يا معلم؟ هلا هلا ويا اختي اسم الله. انت واقف تضيع وقتك مع الجزء اللي مش عارفه مين صحابي. يا لخفنا بيك صحابي. خلافهم يا لخفنا. اصحابك اصحاب العجر والندامه. اصحابك ما هو اهدى يا ستي. يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي. قالوا ايه؟ انا عايز اتجوز تاني. قال يا برتقانه يا مصر ما اخدكيش على دار. يا عم سالي يا نمونه يا نمونه. هتجوز عليكي مليون. هتديني تليفون اتصل باهلي. مش عايز والنبي تديني تليفون اتصل باهلي. انا زيهم. بص اجري يلا. هتعمل ايه يعني؟ هكلم لك سيد اخويا جيل. اجري يلا يا بنت الحرامية.
مكمرين المفاتيح بتاع التالت عربيه شمال. والساعه ديت خدتها منهم وكل واحد واحد. لازم تبع المعلم مين؟ معرفش يا معلم. انا لقيتهم هنا في المنطقه بتاعتها. ايه اللي جاب في المنطقه هنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ اكتب انا مكتوبش احنا مالنا؟ ايه يا عم؟ انا صفقك وانت بتسرق هنا وادي مفاتيح العربيه. اللي يعملوا شغل في المنطقه؟ ايوه يا معلم. شغل ايه يا عم الحاج انت في ايه؟ تبع مين يا دي التواو؟ انت تبع مين اساسا؟ انا تبع انا وتبع مين؟ ايوه يا عم واخد واخد تليفون في جيبه الشمال. ايوه يا عم يعني العيال ما انا توب مين؟ حد ما تجيبوا عليك يا باشا حد ما تجيبوا عليك يا باشا محدش يقدر يمد ايده عليا يا معلم. لا يا عم محدش Okay.